راديو الأهرام يقدم المريض أهم، برنامج طبي مع منى السيد. أعزائي مستمعي راديو الأهرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من المريض أهم. حلقة اليوم وللمرة الثانية من داخل مؤتمر كارديو أليكس 2019، وجاءت الحلقة بعدة مفاجآت، منها اعتماد المؤتمر من قبل المجلس الأوروبي لأمراض القلب، وذلك بعد خضوع لمدة 26 ساعة من الاعتمادات ورش التعليم الطبي المستمر. وقد طالب أطباء المؤتمر وأساتذة الطب في مصر وزارة الصحة بالقيام ببرنامج قومي للوقاية من أمراض القلب على غرار حملة 100 مليون صحة، والتي أشاد بها الجميع داخل المؤتمر. وجاءت المفاجأة الكبرى، وهو استضافة مصر لمؤتمر الجمعية الأمريكية للقلب في أكتوبر 2020. وضيف هذه الحلقة هو الدكتور سمير رفلة، أستاذ القلب بطب الأسكندرية، وسوف يحدثنا الدكتور سمير رفلة في حلقتنا اليوم عن ما يسمى بالرفة الأذينية، والتي تصيب 10% من مرضى القلب فوق سن 75. دكتور، مؤتمر كارديو أليكس السنة دي مهتم جدا بالمرضى، اتكلم عن أكتر من مرض وأكتر من علاج. حضرتك أثرت موضوع مهم جدا، حابة حضرتك تكلمني عنه نوضحه في برنامج المريض أهم. موضوع الرفة الأذينية أتريال فيبريليشن، ده بيحصل بنسبة تصل إلى 10% في كبار السن فوق 75 وقبل كده، وتيجي الست تقول أنا فجأة ابتديت أنهج، من مجرد أن أرد على التليفون أنهج، أفتح الباب أنهج، أغير هدومي أنهج، وما كنتش كده قبل كده، ونكتشف أن فيه رفة أذينية. الرفة الأذينية خطورتها مش بس في النهجان وفي أنها تؤدي لضعف عضلة القلب، لا، ده فيه مصيبة أخطر من كده، أنها الأذين ما عادش بيتحرك، بقى فيه راكد، الدم جواه راكد يتجلط، جلطة تفلت، فتفوتة تفلت تروح على المخ تعمل شلل، فلازم تاخد موانع تجلط، دواء للسيولة. أدوية السيولة فيه ب10 جنيه في الشهر اسمه ماريفان، بس ده عيبه أنه بيحتاج ضبط للجرعة، كل أسبوعين أعمل تحليل أزود الجرعة نقص الجرعة، طول العمر ماشيين على كده. فيه اختراع دواء يمنع التجلط ما يحتاجش تحليل، بس عيبه أنه غالي، لكن طبعا لو في إمكانية لشرائه يبقى أحسن بكتير. طب إزاي أمنع الرفة الأذينية دي أنها تحصل لي؟ في جزء بسببه ارتجاع في الصمام الميترال أو ديك في الصمام الميترال، لكن في جزء تاني بسبب ارتفاع ضغط الدم أو قصور الشرايين. الأسباب اللي بتؤدي لقصور الشرايين، الأسباب اللي بتؤدي لارتفاع ضغط الدم، هي نفس الأسباب اللي بتؤدي إلى الرفة الأذينية: الكرش، الضغط العالي، الدهون الخفيفة LDL، النوع من أنواع الدهون الأربعة، توتر الزائد، السجاير. يأسنا من إن احنا نقول للناس تبطل السجاير، عندنا في مصر الرجالة فوق سن 25 40% بيشرب سجاير، والستات 5%. فكل الأسباب دي أتجنبها، نقلل الوزن ونعمل رياضة ماشي 20 دقيقة 5 أيام في الأسبوع، ونمنع النرفزة والعصبية. العين يقول لي ما فيش فايدة، لازم أنا شغلتي تجيب لي العصب، لا، حاول يبقى فيه فلسفة أنك تكون متسامح وتكون قنوع، تغفر لغيرك، فالتسامح ده يخليك تعيش في سلام. إنما أنا بشوف ناس مجرد كان عربية التاني كانت هتلمسه، مش خبطته، كانت هتلمسه، وتقوم خناقة كبيرة بدون داعي، مع أن برا أنا أعرف كويس جدا لو عربيتين خبطوا يقوموا يسلموا على بعض ويستنوا البوليس لما يجي يعمل محضر وخلاص، بدون ضرب بعض يعني. بس يا دكتور، وإحنا سعيدين جدا بحضرتك في برنامج المريض أهم. أشكرك وأتمنى الخير للجميع، وأرجو الكلام ما يسببش هلع أو قلق أو وسواس، وإنما يساعد على منع والوقاية من الأمراض إن شاء الله. شكرا. المريض أهم، برنامج طبي مع منى السيد.